ist Erfahrung. Das ist Arbeitserfahrung. Ja, ich weiß, aber ich lerne nur noch nicht. Ja, gut. مشروع المواد التعليمية عن الآثار المصرية. هو عامة المعهد الألماني للآثار في القاهرة بيشتغل في الآثار في مصر كلها، يعني حفاير وبحث ودراسة وهكذا. وأنا المشروع بتاعي اللي هو عن المواد التعليمية اللي احنا بنعلم في الأطفال أو بندي أمكنة مساعدة للمدرسين ومدرسات مهتمين إن هم يعرفوا أكتر من الحاجات اللي موجودة في المنهج ده للمدارس الألماني زي للمصري، إن احنا بنديلهم إمكانيات. فاحنا يعني عامة المشروع بتاعي بنعمل فيه الكتيبات دي، الكتيبات دي موجودة بالألماني وبالعربي، بنقدمها للمدرسين والمدرسات المهتمين. واحنا غير الكتيبات دي اللي هي مجانا بنديها، بنعمل كمان انشطه زي مثلا النهارده السفاره سالت اذا احنا عايزين نشارك، فانا قلت احنا طبعا عايزين نشارك. فعملنا النهارده زي بازل كبير بان احنا عملنا حجر الثلاثات اللي هو معروف اللي هو اتلقى في البايلون او البوابه التاسعه من الكرنك، ان احنا قعدنا بنائها من الكرتون، ان الاطفال ممكن يعملوا يعيدوا بناء البايلون ده. يعني ده شغل اطفال ولا انتوا ده نموذج بتقدمه له علشان يعملوا زيه؟ ده انا عملته، بس هو يعني هما كذا ورقه تمام ان الاطفال يلعبوا بيه كبازل. ويعني هو اخذ يعني 10 دقائق ربع ساعه ومجموعه اطفال، يعني بيشوفوا هما لو بيشوفوا بياخدوا نبذة فكر عن شغل الأثريين هما بيعملوا ايه. الأثري في الواقع في الموقع بيلاقي حجر عليه نقش وبيحتاس، وبعدين لازم يشوف ازاي يحطه على بعضه. طبعا في إمكانيات كتير، أولها طبعا النقش ماشي على بعض ولا لا. تمام، ايه الحاجات التانية يعني من الآثار اللي هنا موجودة في الأقصر حاولتوا تعلموها الأطفال ازاي يرسموها النهاردة؟ يعني غير البوابات بتاعة معبد الكرنك في ايه تاني كمان؟ احنا عملنا كمان قلادات اللي هي بالانجليزي اسمها فاكتورال، وهم كانوا دلوقتي حالا لسه بيلونوها وبعدين ممكن يلبسوها بنفسهم. الفكرة الأساسية كانت من مقبرة توت عنخ آمون. دي صورة من الجريفيث انستيتيوت، جامعة اوكسفورد. ادوني الامكانية ان انا اقدر استخدمها هنا. زي ما احنا شايفين الحاجة المميزة في مقبرة توت عنخ آمون كانت انها كانت مقفولة قبل كده، يعني ما حدش حركها. يعني بجد قدرنا نشوف المصريين القدماء سابوا مقبرة مقفولة قد ازاي، وعشان كده عرفنا القلادة دي شكلها فين واستعملت ازاي. فاحنا لينا مهم جدا ان احنا هنا نوري ان المقابر هنا مش الحاجة، الكنز مش الذهب، الكنز هو الحاجات محطوطة في مكانها. فده اللي احنا يعني حاولنا نوريه. في حاجات تانية خلال في فعاليات تانية خلال الأيام اللي جاية هتعملوها ولا خلاص كده ده آخر يوم النهاردة هنا؟ لا احنا النهاردة أول يوم لينا هنا في الأقصر، هنكمل بكرة في هنا وبعديها في سوهاج وبعديها منيا. واحنا المشروع بتاعنا عندنا لكل حتة هنعمل حاجة ليه دعوة بالمكان بتاعه، علشان تاني مهم جدا الأطفال في الأقصر طبعا يعرفوا أهرامات الجيزة. تمام، بس أهم إن هم يعرفوا معبد حتشبسوت، لأن دي حاجة ممكن يدخلوا جواها ويشوفوا ويحسوا. يعني الأثر بيبقى واقع، ما بيبقوش حاجة الواحد سمع عنها. تمام، في ممكن فعاليات تانية غير الأسبوع الثقافي الألماني اللي هو خلال الأربع أيام دولت، ولا في حاجة جاية في الأقصر ممكن تنفذوها ولا لسه ما فيش حاجة بالموضوع ده؟ هو حاليا ما فيش حاجة الأقصر، لكن احنا يعني دي مش أول مرة لينا إن احنا نعمل حاجة في يعني أيام للأطفال. عملنا قبل كده على إليفانتين، جزيرة إليفانتين في أسوان، عملنا قبل كده في دهشور، عملنا قبل كده في حديقة الأزهر. يعني على حسب، ساعات بيكون السفارة بتقول يلا بينا، ساعات احنا بنقول ان احنا لازم في الأماكن الحفائر بتاعة المعهد نفسه لازم نعمل فيها. يعني ساعات المدارس بتجيلي وتقول احنا عايزين نعمل اكتيفيتي داي، عايزين نعمل نشاط مع الأطفال وعايزين مساعدتك كخبيرة آثار. فطبعا دي حاجة تبسطني. يعني من ضمن الرسومات ديت اللي انتوا علمتوها للأطفال النهارده ازاي يرسموا زيها، في حاجة خاصة بألمانيا ولا كله حاجة مصري بس اللي هو خاص بالفراعنة بس؟ احنا
حاليا بنشتغل بس على مصر، لكن ده مش معناه بس على الفراعنة. يعني مثلا في يوم الازهر حضرت الازهر اشتغلنا على ابن طولون، مسجد ابن طولون والمنطقه. بس يعني حاليا احنا بنشتغل على مصر، يعني فرعوني قبطي اسلامي وحديث طبعا. أنا اسمي إلهام خطاب، أنا خريجة برنامج كروس كولتشر بروجرام تبع مؤسسة إيفا، وفي نفس الوقت منسقة فنية بنظم معارض فن تشكيلي مختلفة. في مصر عندي في القاهرة عندي مؤسسة اسمها خارج الدائرة، وفي نفس الوقت أنا الريبريزنتيف أو المسؤولة عن البرامج إيفا في مصر، إن أنا أعرف بالأنشطة وقابل الناس قبل ما تسافر، أعرفهم بأكتر بإيه هي الحاجات اللي ممكن يتعرضوا لها في ألمانيا، إزاي يعرفوا يتعاملوا معاها وكده. بخصوص النشاط بتاعكم النهاردة بقى؟ بخصوص النشاط النهاردة، البرنامج إحنا زي ما انت شايفة كده حاطين كل الماتيريالز بتاعتنا، وبنقابل الشباب ونتكلم معاهم ونقولهم نشوف هما ازاي حابين ان هما يعملوا تبادل ثقافي مع ألمانيا. وفي برامج مختلفة، في منح مختلفة مؤسسة إيفا بتديها، زي كروس كولتشر بروجرام، كروس كولتشر بلس، في منحة عشان ممكن تعملي مشروع ليكي هنا في مصر من خلال إيفا. عندهم منح تانية ليها علاقة بالفن التشكيلي، لو انت فنانة تشكيلية وعايزة تعملي معرض في ألمانيا ممكن تقدمي. المعلومات كلها هتلاقوها على www.ifa.de. فده بالنسبة للأنشطة النهاردة اللي احنا عملناها، وعملنا لعبة لطيفة كده. اللعبة دي زي كده، اللعبة دي عبارة عن بيحركوا الزهر، ولما بتيجي على رقم معين بنخليهم بنحط لهم أسئلة، سواء مثلا الدراسات الإقليمية في ألمانيا، التواصل الثقافي، برامج إيفا، الجغرافيا الألمانية، الأدب والثقافة، التاريخ والسياسة في ألمانيا. وعندنا أسئلة مجهزينها، وكل أسئلة بنشوف رد فعل الشباب والناس على الأسئلة دي، عارفين الإجابات ولا لأ، محتاجين يتعلموا أكتر عن إيه. بصراحة إحنا كنا مبهورين من ردود أفعال الناس، لأن الناس عندها معلومات عنها قوية جدا، وحتى عن ألمانيا. وجالنا شباب كتير بيتعلم ألماني في المدرسة وفي جامعة الألسن، كلية الألسن، جامعة الأقصر. فدي كانت حاجة حلوة جدا بالنسبة لنا بصراحة. في منح، في ناس اتقابلت النهارده مثلا لمنح معينه، او قابلت السي في بتاعها ولا لسه الموضوع ده؟ هو فتح الاشتراك في المنح هيبتدي اخر نوفمبر، فهم يقدروا يقدموا بعد اول لما يبتدي في اخر نوفمبر. بس احنا النهارده عرفناهم بالانشطه المختلفه والحاجات اللي هم والمنح اللي يقدروا يقدموا عليها، وشجعنا ناس ان هم يقدموا، بس مستنيينهم بقى هم يقدموا في اخر. شكرا جدا.